شيخنا أحسن الله إليكم يقول: في الصلاة عندما أصلي أغمض العينين وأشعر في نفسي أنني مخبت وخاشع لله عز وجل، فما حكم هذا الصنيع؟ هذا من الشيطان يا أخي، ومن نفسك القاصرة الجاهلة. من قال إن إغماض العينين هو سبب الخشوع؟ هذا شعور الشيطان يقذفه في قلبك، وهذا الفعل خطأ، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يغمض العبد عينيه في الصلاة، بل تنظر في موضع سجودك وتجاهد نفسك على هذا الخشوع، والله أعلم.